السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض أفضل أدوات خاصة بالذكاء الصناعي. ده موقع اسمه top.ai.tools، وأول ما دخلنا فيه لأن التقسيمات ديت AI detection اللي هو بتستخدم الذكاء الصناعي هيقفش ويقول للدكتور data analysis design. أول ما تسرحت فيهم بيجيب لك كل البرامج والمواقع اللي مهتمية بالتخصص دوت. فاحنا دخلنا على الاركتكتشر ديزاين، فلقينا بعض الادوات القويه. اي واحده فيهم عجبتك هتقدر ان انت تقول له اوبن لينك وتدوس على هنا، وتبدا ان انت تشوف الموقع دوت ايه المزايا اللي فيه وايه العيوب اللي فيه، وتقدر ان انت تدخل على الموقع تعمل له فيزيت زياره. صراحه الموقع بتاع الذكاء الصناعي بيتطور بشكل رهيب جدا. الحاجات اللي كانت بتاخد 10 سنين ممكن تلاقيها بتاخد 10 أيام دلوقتي. فتقدر إن أنت تشوف المواقع القوية ديت إن اللي تساعدك في التصميم وتساعدك في الكونستراكشن وهكذا. فالميزة هنا ده يعتبر زي دليل للمواقع. إن شاء الله واحد واحد فيهم نبدأ إن إحنا نشوفه ونبدأ إن إحنا نتكلم فيه، وأغلبهم إحنا اتكلمنا عنه قبل كده في بيم.